وطبعا تأكيد على كلامك، يعني طبعا كانت السنة دي كانت صعبة جدا جدا بالنسبة لنا، ده يعني حقيقي من أصعب السنين اللي مرت علينا في التدريب. يعني مظبوط. المجموعة كانت قوية جدا لغاية آخر ماتش، ما تعرفش مين متأهل هيصعد، يعني الأمور كانت متعلقة لغاية آخر ماتش. يعني الحمد لله احنا اجتهدنا السنة دي وعملنا تيم كويس جدا، تيم محترم، مجموعة لعيبة على مستوى عالي جدا. كنا اخترناهم من الدرجة التانية، ممكن ما همش معروفين قوي، بس في مواهب كثيرة في الدرجات دي، محتاجين انت يعني تبص عليهم تبص عليهم تديهم فرصة، وتديهم فرصة ويلمعوا يعني. فالحمد لله كانوا على قد المسؤولية.